بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا الفشاط. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.